نروح للخبر اللي بعد كده من الاتحاد المصري لكرة القدم. اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد النهاردة أصدرت قرارات مهمة، لكن هنعلق على القرارات اللي بتخص الأشبال والناشئين. النهاردة من ضمن الأخبار اللي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية، وده خبر مهم جدا. النهاردة علشان الدوري بدأ متأخر علشان فيروس كورونا، فالنهاردة اقتصروا على بطولات البراعم والمناطق هتكون من دور واحد، لكن بطولات الجمهورية هتكون دي من دورين، ودي بطولة قوية بتخدم بعد كده منتخبات القومية. أيضا من ضمن الأخبار الاتحاد المصري اللي أصدرها النهاردة والقرارات إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة، وده شيء مهم أيضا علشان فيروس كورونا. سادسا، وده هنعلق عليه بعد كده، إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين، وده هنعلق عليه في نهاية أخبارنا. نروح بعد كده للخبر المهم أيضا، كابتن ربيع ياسين المدير الفني، نقول السابق ولا مش السابق لسه هنشوف. كابتن ربيع ياسين بالأمس تقدم باستقالته لمنتخب من منتخب مصر. كابتن ربيع ياسين امبارح أصدر يعني بيان بيقول يتقدم كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر الشباب باعتذاره عن عدم التواجد في العمل في المرحلة المقبلة في المنتخبات الوطنية بعد الأحداث التي لحقت به ومنتخب مصر للشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021. وأضاف الكابتن ربيع ياسين أنه سيكشف خلال الفترة المقبلة بكشف كل الحقائق التي حدثت في الفترة الأخيرة بالأدلة والمستندات التي أدت لحرمان منتخب الشباب من فرصة تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية وخسارة التأهل لكأس العالم. تعالوا لي بقى يا شباب علشان ده خبر مهم عايزين نقف عنده. النهارده الكابتن ربيع ياسين اللي تعب يعني على مدار سنتين او ثلاث سنين في تكوين منتخب كلنا شفناه موجود في الانديه بتاعته، شفنا النهارده لعيبه بتظهر في النادي الاهلي، في نادي الزمالك، في نادي انبي، في المقاولين العرب، ما شاء الله لعيبه منوره في الدوري المصري. لعيبه النهارده الانديه بدات تعتمد عليها. لعيبه لو كنا اشتركنا في البطوله دي وكان في شيء شويه من التنظيم ومن الاهتمام كان ممكن المنتخب ده بدل ما يستنى من دلوقتي من 2020 ل 2024 اولمبياد فرنسا كان ممكن يكون موجود في كاس الامم الافريقيه اللي جايه في موريتانيا، كان ممكن يكون موجود في كاس العالم اللي جاي ايضا. احنا كاتحاد مصر لكره القدم وكمنظومه مصريه خسرنا هذا الجيل، خسرنا ان هو كان ممكن ياخد خبرات، خسرنا ان احنا كنا ممكن نعتمد على هذا الجيل بعد كده ويكون نواه مهمه. الفترة اللي جاية زي ما احنا شفنا اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد قال هنعمل لجنة كشف أو تقصي الحقائق علشان نشوف من المخطئ. طبعا كله حب يرمي على الكابتن ربيع ياسين، كله حب يشيله الشيلة بالمعنى الصح يعني علشان يبقى هو المتسبب في هذه الكارثة. لكن النهاردة كابتن ربيع ياسين اللي سافر قبل البطولة بست أيام، هل هو المتسبب ولا كان لازم يكون في تنظيم أكتر للمنتخب ده؟ كان يكون في استعداد إداري أكتر من اتحاد الكرة، خاصة ان الكابتن عادل محفوظ المدير الاداري يعني جاله كورونا قبل السفر فتأخر سفره، كان لو كان موجود كان قام بكل الامور دي. علشان كده النهارده شفنا منتخبات تونس كانت موجودة هناك طبعا معسكرة في تونس عشان البطولة، الجزائر والمغرب وليبيا كانوا موجودين ومعسكرين، فيهم المعسكر في تونس وفيهم المعسكر يعني عسكر بره دولة تونس وأدوا استعداد قوي علشان يكونوا موجودين في البطولة، فمش ده السبب الرئيسي علشان يكون الكابتن ربيع ياسين هو اللي يشيل الشيله. موضوع الاجراءات الاحترازيه وده موضوع مهم جدا. النهارده كان لازم يكون في اتباع للاجراءات الاحترازيه، وقلنا من هنا من الحلقه اللي فاتت لازم يكون في دكتور مرافق ايضا لبعثه منتخب مصر غير الدكتور وليد منظور الطبيب بتاع الفريق، لازم يكون في دكتور ملم بالنواحي الاجراءات الاحترازيه علشان تقدر تامن بعثه منتخب مصر هناك بشكل أفضل، وكان لازم حد يسافر عشان يأمن الأمور دي كلها بشكل أكبر.